اهلا يا دراكم، عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا كلكم بخير. فيديو النهارده عباره عن رد على اسئله المتابعين. فقبل ما نبدا ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان بيكم هنكبر، وهتلاقوا رابط قناتي في صندوق الوصف. روحوا اشتركوا فيها وفعلوا زر الجرس وتابعوني على الانستجرام، بنزل عليه رسومات جديده. ويلا بينا نبدا الفيديو. أول سؤال بيقول: نصيحة لشخص حابب يدخل مجال الرسم. نصيحة لأي حد عايز يدخل مجال الرسم هي الرسم الكتير، دي أهم حاجة لو حد عايز يدخل مجال الرسم، لأن الرسم الكتير هو اللي هيخلي الشخص يتطور في الرسم، ومع تصحيح الأخطاء أكيد، لأن ده شيء طبيعي لأي حد عايز يتعلم أي مجال. تاني سؤال بيقول: ممكن تفكر تقفل القناة؟ إن أنا أقفل القناة ده شيء يعني شبه مستحيل إن يحصل ده، لأن مادام دخلت المجال لازم أستمر فيه ولازم أقدم لكم محتوى باستمرار. تالت سؤال بيقول: لما بتحس إنك مش عايز ترسم بتعمل إيه؟ لما اكون بحاسس ان انا مش عايز ارسم او ماليش نفسي ارسم، بروح مثلا رسامين كبار اشوف رسوماتهم واتحمس ان انا اكون عايز اوصل للمستوى بتاعهم، او ان انا ببدا ارسم واحده واحده، بعدين بالوقت ببدا اتحمس وارسم رسمه كبيره. كده احنا خلصنا اسئله الانستجرام، يلا بقى نخش على اسئله اليوتيوب. رابع سؤال معانا النهاردة، طيبة بتقول: سؤال، هل جربت أكلات عراقية؟ بصراحة أنا ما جربتش أكلات عراقية، بس يعني عادي ممكن أجرب، مش مفيش مشكلة يعني. خامس سؤال معانا، سيرين بتقول: من فين تعلمت الرسم وايه اكتر بتحبه، الرصاص ولا الالوان؟ من فين تعلمت الرسم؟ تعلمت الرسم بالاستمرار في الرسم الكثير، وكنت بتعلم من قنوات على اليوتيوب وببدا اطبق معاه، وده ان شاء الله اللي هيحصل على قناتي الثانيه بتاعت تعليم الرسم. قلت لكم هتلاقوا الرابط في صندوق الوصف، هعلمكم الرسم من الصفر للاحتراف، واحاول اوصلكم المستوى اللي انتوا عايزينه، سواء في الانمي او في البورتريه او في الحيوانات او في الخط العربي. ان شاء الله اغطي كل المجالات حتى الرسم ال 3D. من عبد الله: هل خالد يفتح قناه جيمنج في المستقبل؟ بالنسبة للمجالات المختلفة عن الرسم، سواء جيمنج أو رياكشن أو تحديات، مش تحديات رسم، تحديات التانية، الأكل والكلام ده، كل الحاجات دي ممكن تكون بس في مرحلة متقدمة، يعني لما القناة دي تكبر وخلاص، يعني القناة تبقى يعني ليها متابعين كتير ويعني كبيرة، ممكن أبدأ بقى أنوع في المحتوى، لكن دلوقتي أنا مركز بس على الرسم. برضو يقول: مين اللي دعمك في موهبتك وشجعك تفتح قناه في اليوتيوب؟ اللي شجعني في الرسم هما اكيد اهلي اول حاجه، وبعدها الدعم اللي لقيته منكم لما فتحت قناه اليوتيوب. مين شجعك تفتح قناه في اليوتيوب؟ اول حد قال لي على فكره فتح قناه اليوتيوب كان جدتي. السؤال اللي بعده: صابرين، تدرس في أي
صف، انا بدرس في اول ثانوي. اول واخر رسمه رسمتها، اكتر رسمه بتحبها، اكتر رسمه بتكرهها. خلي الاسئله بتاعت اكتر رسمه بتحبها وتكرهها واول واخر رسمه دي بعمل لها فيديو في الرسومات بتاعتي مراحل التطور. متى فتحت قناتك؟ فتحت قناتي يوم 17/4/2020. شو طموحك في المستقبل؟ طموحي في المستقبل ان شاء الله هبقى اكبر قناة رسم في الشرق الاوسط، وان شاء الله نطلع للعالمية. بس كل ده مش هيحصل الا بدعمكم المستمر ان شاء الله. نصيحتك لاي حد نفسه يتعلم الرسم، زي ما قلت لكم، الاستمرار في الرسم، الاستمرار في الرسم مع تصحيح الاخطاء. قلت لكم ده اللي عايز يتعلم رسم، ده اللي انا هعمله له في قناتي التانية في صندوق الوصف. السؤال اللي بعده، شيماء بتقول عندك كام سنة؟ انا عندي 16. سيف رمضان، محافظة ايه ومركز ايه؟ كام سنة بتدرس ايه؟ انا ساكن في القاهرة. عندك كام سنة؟ 16. بتدرس ايه اول سنة؟ السؤال اللي بعده، ايدن بتقول انت منين؟ قلنا من القاهرة. عندك كام سنة؟ 16 سنة. بتدرس ايه اول ثانوي؟ مين بيدعمك من اهلك؟ يعني كل اهلي بلا استثناء. السؤال اللي بعده من نورهان بتقول كم عمرك؟ قلنا عمري 16 سنة. بتحب ترسم بالرصاص ولا الألوان؟ أنا تقريبا كنت زمان بحب أرسم بالرصاص، دلوقتي في فترة حالية حسيت إن الألوان أحسن، بس بطور نفسي في الاتنين. يعني فترة برسم بالرصاص أطور نفسي في الرصاص، فترة بعدها أرسم بالألوان أطور نفسي بالألوان. كده نكون وصلنا لنهاية فيديو النهاردة الدراما. أتمنى يكون عجبكم الفيديو، لو عجبكم ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة. ولو عندكم افكار لفيديوهات نعملها على القناة الايام الجاية اكتبولي تحت في الكومنتات. وبس، اشوفكم في فيديو جديد، ومع السلامة.